أعلن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن عزم وفد عالي المستوى من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة سعادة السيد جورجي بولتافشينكو محافظ مدينة سانت بطرسبرغ الروسية زيارة مملكة البحرين في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل 2016. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة. بداية مساء الخير سعادة الشيخ، ما هي مضامين الزيارة وما هي أهم المجالات التي ينوي الوفد الروسي التركيز عليها؟ طبعا إن شاء الله بكرة بيصل محافظ معالي السيد جورج بولتافشينكو محافظ مدينة سانت بطرسبرغ البحرين على رأس وفد كبير بلغ عدده 60 شخص، والهدف منه هو تفعيل مذكرة التعاون الذي وقعت في سنة 2014 في ظل زيارة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. نعم. وطبعا بيأتي هذا الزيارة لتفعيل التعاون والتبادل سواء كان تجاري، اقتصادي، رياضي، ثقافي، وبيزورون تقريبا ما يعادل 20 جهة، رتب لهم 20 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة. نعم. من أجل تفعيل هذا التعاون. نعم. سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.